Attirillahumma qabrahul karim bi'arfin syadhim min salati wa taslim. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Bismillahirrahmanirrahim. Walamma balagha sallallahu alaihi وسلم 25 سنة سافر إلى بصرى في تجارة لخديجة الفتية ومعه غلامها ميسرة يخدمه عليه الصلاة والسلام ويقوم بما عناه فنزل تحت شجرة لدى صومعة نستور راهب نصراني فعرفه الراهب إذ مال إليه ظلها الوارف وآواه وقال ما نزل تحت هذه الشجرة قط إلا نبي ذو صفات نقية ورسول قد خصه الله تعالى بالفضائل وحباه ثم في عيني حمرة استوهارا للعلامة الخفية فأجابه بنعم فحق لديه ما ظنه فيه وتوخاه وقال لميسرة لا تفارقه وكن معه بصدق عزم وحسن طوية فإنه ممن أكرمه الله تعالى بالنبوة واجتباه ثم عاد إلى مكة فرأته خديجة مقبلا وهي بين نسوة في علية وملكان على رأسه الشريف من وهج الشمس قد أظلاه وأخبرها ميسرة بأنه رأى ذلك في السفر كله وبما قال له الراهب وأودعه لديه من الوصية وضاعف الله في تلك التجارة ربحها ونماه فبان لخديجة بما رأت وما سمعت أنه رسول الله تعالى إلى البرية الذي خصه الله تعالى بقربه واصطفاه فخطبته لنفسها لتشم من الإيمان به طيب رياه فأخبر صلى الله عليه وسلم أعمامه بما دعته إليه هذه البرة التقية فرغبوا فيها لفضل ودين وجمال ومال وحسب ونسب كل من القوم يهواه
Wa khotoba Abu Talib wa athna alaihi sallallahu alaihi wa sallam ba'da an hamidallaha bimahamida saniya. Wa qala huwa wallahi lahu naba'un azimun yuhmadu fihi masraa. فزوجها منه صلى الله عليه وسلم أبوها وقيل عمها وقيل أخوها لسابق سعادتها الأزلية وأولدها كل أولاده صلى الله عليه وسلم وسلم إلا الذي باسم الخليل سماه.